فنفوه ز والله فوزا عظيما. وأشد مما أناب كل مكون من قال قلب محمد محزون. فحراك تيم بالضلالة بعده للحشر لا يأتي عليه سكونه. عقد بيثرب بيعة قضيت بها للشرك منه بعد ذاك ديون. برقي منبره رقي في كربلاء هنا مقارنة بين الذي جرى في عهد رسول الله على أمير المؤمنين وفاطمة وبين الذي جرى على الحسين في كربلاء. برقي منبره رقي في كربلاء صدر وضرج بالدماء جبين. لولا سقوط جنين فاطمة لما أودي لها في كربلاء جنين. وبكسر ذاك الضلع رضيت أضلع في طيها سر الإله مصون. نعم نعم لولا كسر ضلع فاطمة بين الحائط والباب لما طحنت أضلاع أبي عبد الله يوم الحادي عشر من محرم. وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون. وكذا علي قوده بنجاده فله علي بالوثاق قريا وكما لفاطم رنة من خلفه لبناتها زينب وأخوات زينب لبناتها خلف العلي رنين. بويا بويا من غايب من غايب شخصك يا وليينا وليينا والله من غايب شخصك يا وليينا. بويا علقة رواية الشر علينا علينا
والله يا جان الصحاكي وشياطين وياهم حطبهم شايلين. انا سألت انا نشتش عندك جاي لي انا وكل يوم قلبي مروعين. والله كل يوم قلبي مروع عينه. والله لما اللي محني وزرق عينه ابو يعصرني يا ويلي يا عصرني ومني يا يستاهل فدينا يا والله عصرني يا ومني يا يستاهل فدينا. والله يا كتاب كتاب حزني من يفض من يفض أبد ما يفض نوحي من يفض على الصاحة تعالي يفض صاحة تعاليلي يا فضة. يا والله الحمل طاح وسقط فوق الوطية يا والله الحمل طاح وسقط فوق الوطية إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. يروي الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في معالي الأخبار عن فاطمة بنت الحسين عليهم من خلفه دت علة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. اجتمع عندها نساء المهاجرين والأنصار فقلنا لها يا بنت رسول الله كيف أصبحت من علتك؟ فحمدت الله وصلت على أبيها صلى الله عليه وآله ثم قالت أصبحت والله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنأتهم بعد أن سبرتهم فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وقرع الصفاء وخور القناة وخطل الرأي وزلل الأهواء أي فساد الرأي. وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لا جرم والله لقد قلدتهم ربقتها وحملتهم أوقتها أي علقت برقابهم وهي هدر حق الخلافة وفدك وحقوق أهل البيت. وشننت عليهم غارها أي وزعت عليهم لن يفر منها أحد فجدعا وعقرا وسحقا للقوم الظالمين. ويحهم أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الوحي الأمين والطبين بأمر الدنيا والدين أي العارف بأمر الدنيا والدين. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ وما نقموا من أبي الحسن نقموا والله من نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله عز وجل أي غضبه لله تعالى. والله لقد تكافوا عن زمام نبذه رسول الله صلى الله عليه وآله لاعتقله
ولسار بهم سيرا سجحا، لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره ولا يتعتع راكبه، ولا أوردهم من